السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، كنتمنى من الله أنه أي واحد يبارطاجي الفيديو، الله يجازيكم بخير. هذا الفيديو في الصالح ديال وليداتنا كاملين، والله العظيم إلا طلعت تخلعت. أول حاجة كما كتوضح الصورة كنشوف هنا واحد الكرياج اللي طاح، كيفاش حتى طاح؟ هذا هو السؤال المطروح، واش كان شاد بلاصتو بعدا مزيان ولا لا؟ كيفاش حتى تقلع؟ واش ما كانش مسودي مزيان؟ الله اعلم. الو السانديك، فينك السانديك؟ واش كاين ولا ما كاينش؟ بغينا نعرفوا الساكنه ديال ميموزا، الناس اللي استافدوا والناس اللي شراو، راه كاينين حتى الناس اللي شراو ساكنين. السانديك فينك؟ واحد الميساج للوالدين، ديروا بالكم مع وليداتكم، لان هادشي اللي كتشوفوا قدامكم خطير بزاف، ولا قدر الله الا قدر الله تقدر تنتج عليه سقوط من اعلى العماره، لا قدر الله. هانتوما دور الرجلين ديال الوليدات الصغار كيطلعوا هنايا باش كيطلوا، ياك اخويا؟ انا الوليدات الصغار كيطلعوا هنايا باش يطلوا، ولا قدر الله طاح شي واحد فين غتولي؟ الله يرحم، خا ضروري يكون شي كرياج. يعني كنقولوا للوالدين ردوا بالهم مع وليداتهم. جاقني الوليدات، راه دوك لاطراس راهم ديال الوليدات. ها انت شوف الرجلين، شوف الرجلين فين طلعوا هنا، شوف الرجلين فين طلعوا هنا، شوف لاطراس ديال الوليدات. كنتمناو من الوالدين انهم يديروا بالهم مع وليداتهم، لانه لا قدر الله تكون الفاجعه. نسال الله السلامه. ها انتم الوليدات راه كيديروا رجليهم هنايا وكيطلعوا يطلوا، ولا طلع طل فين غادي يطل؟ فين غادي يطل؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتمناو من الله تردوا البال مع وليداتكم، والله يدير شي فرج يا ربي. وكنتمناو من الله السانديك ديال ميموزا انه يتحرك مع الناس، يتواصل مع الناس، راه الناس في امس الحاجه للتواصل، للتعامل، للخدمه. الناس باغا اللي يخدمها بالمعقول. بارطاجيو الفيديو، تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.